سينما الفتنة، فيلم بعد ما فات يشعل الهند. في فيلم سينمائي هندي جديد، إنما الفيلم ده أدى إلى حرائق في الهند، إلى اقتحام دور سينما، إلى إشعال النار في أتوبيسات وفي سيارات وفي صالات عرض سينمائي. هو جزء من سينما الفتنة التي بدأت تصعد في الهند. هذا الفيلم اللي هو بعد ما فات بيتكلم عن حاجات حصلت في القرن ال14، ولكن هذا الفيلم أدى إلى عدم رضا المسلمين وعدم رضا الهندوس عن الفيلم. ماليزيا، لأن موجودين هندوس هناك وطبعا أغلبية مسلمة، منعت الفيلم. الهند منعت الفيلم إلا أن المحكمة العليا رجعت الفيلم، فصالات العرض علقت: نحن لا نعرض هذا الفيلم، نحن لا نعرض فيلم بعد ما فات. الفيلم موجز قصته إن فيه ملك أفغاني مسلم اسمه علاء الدين. الملك ده حاول قبل كده، دي وقائع تاريخية، إن هو ياخد الهند ويسقط عرش دلهي. وهو في طريقه خاض معارك. الملكة الهندوسية اللي موجودة قتل زوجها في إحدى المعارك، وبعد كده هذا الملك حاول إن هو يتزوج من الملكة، أو إن هو يأسر الناس اللي موجودين بعد هزيمة الهند في هذه المعارك. الجدل بقى كله بالنسبة للمسلمين انه تم اظهار الملك علاء الدين اللي هو ملك افغانستان المسلم، اللي هو دخل الهند في ذلك الوقت من القرن الرابع عشر، بانه تم اظهاره انه شخص بلا خلق وبلا قيم وبلا اي مبادئ، فتم اظهاره كقائد مسلم يفتقد لأدنى المبادئ وأدنى القيم، ولا يتمسك بالمبادئ الإسلامية ولا حتى بالمبادئ الإنسانية العامة. وبالنسبة للهندوس، تمت إهانة العقيدة الهندوسية والملكة الهندوسية بإظهار الأمر على هذا النحو، إن في قصة حب بين الملكة وبين الملك المسلم، لأنه في تقليد موجود، وده الفيلم عمله في النهاية، إن الملكة أحرقت نفسها. في تقليد من 700 سنة في الهند إن سيدات الطبقة العليا والطبقة الحاكمة لو حصل أي غزو خارجي، علشان السيدات ما يبقوش أسيرات أو جواري لدى الجيش الغازي، بيقوموا بحرق نفسهم جميعا. وده اللي حصل في الفيلم، إن الملكة أحرقت نفسها في آخر الفيلم. الفيلم هو جزء من سينما الفتنة. تقعد بقى تتناقش كتير، هل المخرج عنده حق ولا حرية الإبداع ولا مش حرية الإبداع، وإزاي الملك المسلم يظهر كده، الملكة الهندوسية كده. إنما نتيجته في النهاية إن الهندوس غاضبين وحرقوا دور سينما وحرقوا عربيات، والمسلمين غاضبين، ودولة زي ماليزيا منعت الفيلم، والهند نفسها منعت الفيلم في الأول قبل القضاء ما يرجع الفيلم إلى دور العرض. ولما رجع دور العرض، رغم إن هو اتشاف على نطاق واسع، إلا إن دور كتيرة جدا رفضت أن تعرض الفيلم اختيارا وخوفا من اقتحام الدار أو إحراقها. الفيلم هو جزء زي قلت لحضراتكم مما يمكن تسميته سينما الفتنة. الهند مليار نسمة، فيها أديان كتيرة جدا، أديان لا نهائية، ومذاهب لا نهائية، ولغات لا نهائية، وفيها مسلمين يقارب عددهم 200 مليون مسلم. يعني الأقلية المسلمة في الهند مش مليون أو اتنين، إنما الأقلية المسلمة في الهند أكبر من أكثر من 20-30 دولة مسلمة مجتمعين. والهندوس هم الكتلة الأكبر السكانية في الهند. لو بدأت الفتنة من جديد بين الهندوس والمسلمين، ثم دخل السيخ على الخط، بنتكلم على تمزيق المجتمع الهندي. وده اللي حصل قبل كده، لما كان بيحصل كان بيكون في حرق مساجد وحرق معابد وقتل هنا وقتل هنا. إحياء التطرف الهندوسي أو التطرف الإسلامي أو إشعال الفتنة بين عنصري الأمة الأساسيين، هو في عناصر كتيرة جدا الأمة الهندية، إنما أكبر كتلتين اللي هم الهندوس والمسلمين، إذا أثيرت الفتنة، تقول بقى حرية الإبداع، تقول إنه رؤية الإخراج، رؤية السيناريو، رؤية الفنانين، إن السينما لها مساحة من الحرية، كل ما تشاء. إنما في النهاية سينما الفتنة تؤدي إلى إن وطن ضخم وعملاق زي الهند، عنده تقدم كبير جدا دلوقتي، وعنده تنمية عالية جدا دلوقتي، والدولة مبهرة جدا صناعيا واقتصاديا، ممكن تتكسر هذه الدولة وتسقط في أتون حرب أهلية أو صراعات دينية إسلامية هندوسية، قد تضاف إليها
أديان ومذاهب أخرى.